في دراسة أمريكية حديثة تتحدث عن الأخطاء الطبية، اعتبرت الأخطاء الطبية هي سبب الوفاة رقم 3، أسبقها فقط أمراض القلب والسرطان. إحصائيات صوت ضجة كبيرة على مستوى العالم. عندنا ناس استشهدوا بهذه الدراسة عشان يقولوا إن الأطباء أخطائهم كثيرة، ولازم يكون في عقوبات رادعة عشان تقل الأخطاء. وفي المقابل استخدمها البعض للدفاع عن أنفسهم، فيقولوا ترى إحنا أفضل حالاً من الدول المتقدمة في الطب. إحنا نسبة الأخطاء عندنا ما تيجي زي نسبة الأخطاء الموجودة في هذا التقرير. لكن هل كلامهم ده صحيح؟ لا ننسى انه في الولايات المتحدة في نظام قضائي شديد لحالات الاخطاء الطبية. طب ليش ما فادت معهم؟ وكمان لو انه الرعاية الصحية في امريكا سيئة لهالدرجة، طب ليش لازلنا نرسل مرضانا للعلاج عندهم ودكاترتنا يتعلموا وياخذوا خبرة من هناك؟ لو نبغى نعرف الحقيقة من جد، فالحقيقة موجودة في تفاصيل هذه الورقة البحثية. هذه الورقة البحثية ما انكتبت من هيئة تحارب الاطباء عشان تتهمهم بالتقصير. اللي كتب الورقة هذه هم الاطباء انفسهم، وغرضهم كان واضح. فبدل من انه الموارد المالية كلها تروح لابحاث السرطان وامراض القلب وامراض الرئة، يكون في جزء منها يروح لتحسين الانظمة في المستشفيات، فتكون المستشفيات اكثر امانا للمرضى. وطبعا عشان يوصلوا للرقم الكبير هذا من الاخطاء الطبية، كان تعريفهم الخطأ الطبي واسع شوي، الغاية عندهم بررت الوسيلة. لكن هذا يوضح لنا نقطة مهمة، الاخطاء الطبية مفهوم واسع مش بالوضوح اللي يصوره بعض الناس، لكن للأسف مو كل من تكلم عنها يعي معناها. المشكلة انه اللي ما يعرف عن الموضوع ويشوف ويسمع كل هذه الاخبار والقصص اللي ما تنتهي عن الاخطاء الطبية، يحق له يحتار ويخاف يتعامل مع النظام الصحي ويدور على اي بديل اخر. فخلونا اليوم نتناول موضوع الاخطاء الطبية، وهناخده خطوة خطوة، نتكلم عن اسبابها وطرق علاجها، وبنهاية الحلقة تكون وضحت لكم الصورة باذن الله. اول شيء خلينا نبدأ بالمعنى العام اللي يتبادر للناس لما يسمعوا كلمة خطأ طبي، وهو انه يصير في نتيجة سلبية غير متوقعة لمريض بسبب خلل او اهمال او قلة علم من الفريق الطبي المعالج. مفهوم الخطأ الطبي ومفهوم النتيجة السلبية مفهومين مختلفين، فخلينا نفرق بينهم، لانه ممكن يكون في خطأ ادى الى نتيجة سلبية، لكن برضه ممكن يكون في خطأ ما ادى لنتيجة سلبية. فمع انه الكلام دائما يتمحور حوالين كلمة الاخطاء الطبية، الا انه اللي يهم المريض فعلا هو تعرضه لاعراض سلبية، وهذه دائما تكون بداية المشكلة. فخلينا نستعرض سوا المفاهيم اللي تندرج احيانا تحت كلمة الاخطاء الطبية واللي تسبب نتائج سلبية. جزء من الاخطاء الطبية يكون بسبب اهمال، هذه الاخطاء غير مقبولة. الجزء اللي اكبر منها ما يكون بسبب الاهمال، يكون خطأ يرجع لآلية العمل في المستشفى، وهذه الاخطاء تكون غير مقصودة. يشمل ذلك الاخطاء البشرية، اخطاء في التقدير، انشغال بشيء عن شيء. نسبة هذه الأخطاء تزيد عند التعامل مع حالات مرضية معقدة أو مع ضغط العمل ونقص عدد العاملين إلى غير ذلك. وهناك ما يسمى بالمضاعفات اللي يتم أحياناً إدراجها تحت كلمة الأخطاء الطبية. فإيش هي المضاعفات الطبية؟ المضاعفات هي حصول نتائج سلبية متوقعة بنسب معينة نتيجة للعلاج المقدم، وكل ما كان العلاج قوي أو شديد كل ما زادت نسبة حدوث هذه المضاعفات. خلينا نضرب مثال، التهابات الجروح اللي تصير بعد العمليات الجراحية تعتبر من المضاعفات. فبعد عملية زي عملية الفتاق مثلا، متوقع انه المفروض نسبة الناس اللي تجيهم التهابات في الجروح ما تتعدى 5 اشخاص من كل 100 شخص، في حين لو كانت العملية عملية قولون فانه متوقع النسبة هذه تزيد الى قرب 30%. هذه النتائج السلبية لا يمكن تفاديها حتى وان تم اتخاذ كافة الاحتياطات. كمان المرض نفسه ممكن يكون له مضاعفات، المريض ممكن يدخل المستشفى وهو في كامل وعيه في بداية مرضه، لكن الوضع يبدأ يتدهور لأنه المرض يشد عليه مع مرور الوقت، زي مثلا حوادث السيارات، خلال دقائق أو ساعات معدودة الوضع يتغير تماما. نقدر نلاحظ أن النتائج السلبية اللي تحصل في المجال الصحي أسبابها كثيرة، جزء صغير منها هو بسبب الإهمال، وهذا عكس الاعتقاد السائد. ولذلك فإنه حل مشكلة الأخطاء الطبية لا يكون فقط عن طريق فرض عقوبات فردية. طبعا من الضروري فرض العقوبات على الممارسين الصحيين لو ثبت إهمالهم أو تقصيرهم. حفظ حقوق المرضى غاية مهمة، وهذه الأخطاء غير مقبولة عند التعامل مع حياة الناس. لكن مثلا في حالة عدم وجود إهمال أو تقصير، فإنه فرض العقوبات الفردية ما تكون رادعة وما تكون فعالة، بالعكس ممكن تعطي ردة فعل غير محمودة،
لأن الخوف من العقوبة الفردية في هذه الحالات ممكن يؤدي بالممارس الصحي أنه خلاص يبتعد عن تقديم العلاج للحالات المعقدة صحيا ويحصر الرعاية على عدد محدود من المرضى، وبكذا بيكون المريض أكثر المتضررين في نهاية المطاف. لكن الحل الأمثل لمواجهة الأخطاء اللي تحصل في المستشفيات بدون وجود إهمال أو تقصير يكون عن طريق تحسين نظام في هذه المؤسسات الصحية وليس تغيير الأفراد ومعاقبتهم. بالعكس، خلق بيئة تحفز على التبليغ عن الأخطاء مهم حتى نستطيع تحديد المشكلة والتغلب عليها. نجي لمضاعفات العلاج والمرض. هذه المضاعفات للأسف لا يمكن إلغائها، وستظل مشكلة يجب أن نفهمها ونتفهمها ونتعامل معها. في المجال الطبي تستمر الأبحاث الطبية اللي تهدف لتقليل حدوث المضاعفات هذه قدر الإمكان. كمان لتقليل نسبة المضاعفات تحتاج فريق طبي ذو مستوى تدريب عالي، وطبعا وجود التجهيزات الملائمة في المستشفى ضروري لمساعدة الفريق إنه يقوم بهذا العمل. والحين بعد ما عرضت لكم أنواع الأخطاء الطبية وأسبابها والحلول المقترحة، أحب أضيف إنه تشخيص الخطأ الطبي مهمة صعبة وكثير من الأحيان ما يكون واضح. خلينا ناخذ مثال عشان أوضح لكم الصورة. سين من الناس دخل المستشفى يعاني من التهاب رئوي حاد وصعوبة كبيرة في التنفس. بعد ما شاف الطبيب وشخص حالته نقله بسرعة للعناية المركزة ووضع أنبوب تنفس حتى ينقذ حياة المريض، وبعدين بدأ يعطيه مضاد حيوي قوي لمعالجة التهاب الرئوي. لكن تأثرت الكلى بسبب حدة المرض وقوة المضاد الحيوي وأصبحت غير قادرة على العمل. احتاج المريض هذا لغسيل كلى، لكن جسمه ما تحمل كل هذا مما أدى لوفاته. هذا مثال بسيط لكنه ما هو بعيد عن الواقع، بل إنه في الواقع بتكون الأمور كمان أكثر تعقيدا. لكن أنت ممكن من هذا المثال تعرف ليش إجابة السؤال هل يوجد خطأ طبي صعب، لأنه حتى يمكن الحكم على هذا الشيء نحتاج أشخاص مختصين يراجعوا الحالة، يشوفوا كل قرار اتخذه هذا الطبيب على حسب المعطيات المتاحة له في كل مرحلة كانت مناسبة أو لا. فلا تستغرب لما يكون رد فعل الجهات المسؤولة عند حدوث أي حالة فيها شبهة خطأ طبي إنه الحالة بحاجة إلى دراسة لمعرفة إذا كان في خطأ أو لا. إن من حق المريض على الطبيب إنه يكون شفاف معاه، وإذا حصل خطأ مقصود كان أو غير مقصود أن يبلغه ويناقشه معاه ويشرح له حيثياته وإيش هي الإجراءات اللي هيتم اتخاذها لمنع حدوث أخطاء زي كده مرة ثانية. لكن حتى يستطيع الطبيب فعل ذلك يحتاج ثقة من المريض وتفهمه للحيثية. بدون وجود هذه البيئة الصحية في التعامل لن يثق المريض فيما يقدمه الطبيب، وسيتردد الطبيب في تقديم كل ما في استطاعته خوفا من عدم تفهم المريض وإلقاء اللوم عليه لاحقا. إن نسبة حدوث الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال أو التقصير أقل مما يتم تصويره، لكن في حالات كثيرة تبدو وكأنها خطأ طبي بحكم اختلاف طبيعة الأمراض والعلاجات وما لها من تأثير على جسم الإنسان. كل حالة عن حالة تختلف، فكن واعيا، استفسر دائما عن المرض واسأل طبيبك عن الأعراض والمضاعفات قبل التسرع في الحكم. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأكون قد وفقت في شرح هذا الموضوع المعقد، ويسعدني دائما استقبال استفساراتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم عن مواضيع ممكن نتناولها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أمان الله.